لا لا يستطيعون البقاء الآن. يعني الآن لا يستطيع اليهود أن يهاجموهم طيب أو يقتلوهم بدون مبرر طيب، يبقون في بلادهم يتقوون إيمانيا، والمسلمون معهم حتى يتقوى المسلمون جميعا ثم يخرجوا اليهود. هذا الذي أقصده، يعني ليس بالضرورة أن يهاجروا الآن خاصة الأمور مستقرة. يعني حتى في غزة يعني قبل مثلا شهرين ما في مشاكل، الأمور مستقرة. نعم في تحرشات، أنا ما أنكر هذا، في تحرشات من اليهود بين فترة وأخرى، لكن هذا أقوى مني وأنا ضعيف، يتحرش بي لأتحرش به ليضربني، فأنا أكون أعقل من ذلك فأتحمل هذه التحرشات حتى أقوي نفسي، ثم بعد ذلك أرد عليه رد يعني المواجهة أو القوي للقوي، وهكذا. الله المستعان.